بو صالح، نباك تبدل أثاث البيت، صار وايد قديم والثلاجة ما تبرد والغسالة ما تشتغل. هي والله صدقتي، لازم يتبدلون، بس المشكلة وين نودي الجديم؟ خلهن عند الباب والبلدية بتشلهن. مرحبا أبو صالح. هلا نظوف. إنما تقوم به هو أسلوب خاطئ. هل تعلم أن بلدية دبي قد وفرت خدمة نقل النفايات الحجمية بمجرد اتصالك على الرقم 800-900 وطلب الخدمة؟ سيتم قبول الطلب وستقوم بلدية دبي بنقل الأثاث والأجهزة بنفسها، والخدمة مجانية يا أبو صالح. حافظ على نظافة مظهر مدينتك لتبقى جميلة.